سجل يا ابني. انا لا اصلا اقسم بالله انت جامده. عايزه تشتري فلخت هعمله كده. مبسوطه قوي انك كنت بارت من الحلقه يا احمد. طبعا بنت ابوه مامي قعدت كذا شهر يعني مش عارفه تقول هنادي ايه. هنادي شكرا يا ماما. شفتي بقى يا خرابي ده ممكن اعمل لك مسلسل 60 حلقه على فكره. احنا جايين نقول حاجات هنا عمرنا ما قلناها. هلو هنادي. هلو بيتي. هاي. هلو. عاملين ايه؟ الحمد لله. اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج اتس نوت كومبليكيتد اللي احنا بنسبوت فيه شويه على العلاقات اللي مش كومبليكيتد. فدلوقتي هنشوف القصه دي. اول فقره معانا اسمها ميموريز. بين قوسين فاكر ولا لا؟ دلوقتي هسترجع معاكم حبه ميموريز ونشوف بقى انتوا الدنيا معاكم عامله ازاي زمان. اول حاجه بيتي انتوا سميتوا هنادي على اسم فيلم دعاء الكروان بس هي بتكرهه جدا يعني ما بتحبوش خالص. ممكن تقولي لي ذكرياتك مع اختيار الاسم وانتي اصلا شفتي فيلم ولا لا؟ ولا بابا هنادي هو اللي اختار الاسم ولا بابا يعني؟ هنادي طبعا اصلا. ايوه. طب انتي انا كنت عايزه ساره. ساره؟ اه. هو رفض عشان اختي اسمها ساره. اوكي. هو قال لا. طب وانتي خلاص بقى قال لك هنادي فانتي قلتي له ماشي يلا بينا؟ لا مش يلا بينا بس عارف يعني اوريجينال يعني هنادي ما فيش كتير. لا هو كان لسه طالع من عمليه كمان وهي أوكي. بتولد أوكي. فمش هتقول له لا يلا يعني مش هنقول خلصنا. وفي فاكت على فكره فان فاكت ان مامي قعدت كذا شهر يعني مش عارفه تقول هنادي ما بتعرفش تقول. امال ايه بقى؟ انادي. انادي اصلا فيش الاتش انت انادي قعدتي حبه كتير انادي. هي ما كانتش عارفه تقوله وانت جاي الفرنسويه بتقول لها قولي هنادي فاللي هو دي حاجه برده بالنسبه لها مش سهله. فهي وعيلتي لحد النهارده خالاتي وكده بيقولوا مش بيقولوا هنادي. طب دلوقتي الدنيا ايه؟ انادي برده ولا انادي؟ طب مامي تمام. لا انا كويس. لا مامي هنادي. هنادي بس هو انت بيقولهم احمد يقولهم احمد مثلا. هنادي طيب انت اكتر دلع بتحبي تقوليه لبيتي وهيفضل معانا طول الحلقه ولا توته بطوطه؟ استقري على حاجه. توته. ماشي. طب مش توته وهنادي. ماشي توته. عايزين نبدا من الاول بقى. هنادي كانت طفله شقيه جدا بأمارة خاتم الالماس والموبايل بتوعك اللي رميتهم من البلكونه. كنت بتعبيها ولا بتعدي؟ كنت بتعبيها ازاي وايه اللي بيحصل؟ لا هنادي كان بنوته جميله يعني ما فيش ثانيه واحده بس ما فيش اذاعي. سجل يا ابني. علي صوتك قولي له على فكره. باي ذا واي مامي مش مجامله خالص واكتر حد صريح في العالم. اشكانا قلقانه بس مش عشان حاجه. لا احكي لي بس عايزه اعرف كنت بتعمليها ازاي طيب؟ لا كنت بعملها عادي خلاص يعني الموبايل مش مهم. سميتني عسكري الاخضر. العسكري الاخضر كنا مسمينها انا وبابا كده مش انا لوحدي. احنا مسمينا العسكري الاخضر. عندها حاجات مرعبه. لا وفي حاجات مثلا انا وبابا ممكن نبقى بنتكلم في الكورنر ده بنتوشوش وهي جوه في المطبخ بتطبخ هتبقى سامعه احنا بنقول ايه. في حاجات غريبه كده فاهم. فاحنا ده الاسم اللي بابا سماه فانا اخدت الاسم من بابا وبقى اسم الشهره عندها في البيت. بس انت مش بتعاقبيها هي صغيره؟ فينيسيوم. لا لا ايه هنادي في انت بتهزري ولا ايه؟ فينيسيوم مين انت؟ كانت بتاخد مني الموبايل اصلا. ماشي ده بعدين. ايوه ده لما ماشي الصغيرين. لا والله ما كنتش بتعاقب عشان ايه؟ ليه ما كنتش بتعاقب ليه؟ ما عشان انت جميله. شكرا. بس كده على اذنكم. انا قلت لما كنتي بتعملي كارثه وانت صغيره كنت بتحكي لمين الاول؟ باباكي ولا مامتك؟ لا ولا اي حد. كنت محتفظ بيها ليا. الحاجات دي ما بتطلعش بره. بتكشفوها ازاي طيب؟ هم بيعرفوا لوحدهم اصلا. ما بتعرف كل حاجه. ما انا بقول لك بنتوشوش على جنب بتعرف. عايز اكزامبل تاني يعني غير الخاتم والموبايل بتاع البلكونه المصايب يعني. لا والله يا هنادي الحمد لله يعني ما مش طبعا. لا مشيت بالعربيه واحنا راكنين فاكره. بابي كان عندي 5 سنين مثلا صغير جدا كان جوه السوبر ماركت وكان راكن من صف تاني في حد عايز يخرج فانا حسيت ان انا مسؤوله انف ان انا هسوق العربيه. انا 5 سنين او 6 سنين يعني مسؤوله ان انا هسوق العربيه واخرج الراجل وارجع تاني مفيش اي حاجه. طبعا ما اعرفش انا عملت ايه بس انا ما اعرفش ازاي وصلت اصلا للبنزين بس انا رحت لابسه في عربيه. العربيه اللي قدامنا لبست في عربيه يعني فضلنا كده بقى. بابا خرج لقى المنظر ده. طب عملوا فيك ايه؟ بابا اتخض جدا في الاول طبعا. انا اصلا مبدئيا انا قعدت اعيط. عارف انت الاطفال هم بيعملوا كارثه هم بيبداوا يعيطوا هم فانا بدات اعيط احتياطي بس بنفرش الفرشه. عارفه اللي هو بعمل فيلم كفني عشان ما يجيش بجد. لا تحط نفسك في مكانه في عربيه كبيره جدا وبعدين رحت دايسه على حاجه انا مش عارفه هي ايه ورحت مخبطه في كل الناس وشايفه بقى ناس كلهم عاملين كده فانا اتخضيت وقعدت اعيط. فتقريبا هو جه بقى تقريبا اتاسف للشارع كله. اسفين يعمل اي حاجه. بعد كده جاب لك البوليس. ايوه قال لي هجيب لك البوليس. وبعد كده عشان كان عندي فوبيا من البوليس. بجد والله العظيم. او انا نقول للبوليس كان لا لا كنت هجيب البوليس ليه طيب؟ ما هو اي حاجه لو مش هخش انام هيجيبوا لي البوليس لو مش هاكل هيجيبوا لي البوليس.
لو اي حاجه لو مش هستحمى جيبوا لي بوليس. فانا يعني بخاف من البوليس اخ بجد. لا لا تروما تروما اسالها. طب انت كنت اكتر حاجه خايف عليها وهي صغيره ايه؟ العين طبعا. كانت اموره بقى وهي صغيره وبتاع ف ما شاء الله ما مش اموره وهي صغيره والله لازم دي ام فهي اي حاجه انا هبقى جميله ولذيذه وحلوه. لا لا والله ده بس لا لا خدي بالك في حاجه انا طيب ايه هنادي تعملوا لنا مشكله دلوقتي اخلقوا لنا مشكله. لا بس والله يعني اكتر حاجه كنت خايف منها العين وهي صغيره. كنت تحاولي تعملي ايه بقى عشان لو ما تخرجيهاش قوي؟ ما ممكن ما ترديش السؤال ده. ما ترديش السؤال ده شكلي في كوارث في الموضوع ده صح؟ الحمد لله في كوارث. لا لا بس انا من وانا صغيره وانا مدينا كلامزي جدا. اسمها نجمك خفيف بيقولوا كده بالظبط. خفيف بلس ان انا اصلا كشخص كلامزي طول ما انا بمشي بتخبط في حاجه واتحسدت اي حاجه بالظبط. لا لا مره باباها على الباب اعمل جرس هي بقى جري جري دخلت في الباب فتحتها هنا بقى. يا راجل انا ما اعرفش الموضوع ده. ايوه امال ايه بجد. وبعدين هاجو خد لك في المستشفى خليك انت في البيت خليك انت في البيت انا هاخدها في المستشفى. كلمني من هناك قال لي لا لازم خياطه. قلت له لا ما فيش خياطه. بعد كده يبان حطوا لك تشول كده. ما خيطونيش بسببك انت تعرفي على بعض. شكرا انا ما عنديش هنا خياطه. شكرا يا ماما شفتي بقى الله ماشي تمام. هنادي كانت بتقول دايما ان هي بنت ابوها لحد ما اتجوزت وده قربت اكتر بكتير اكتر من مامتك. عمرك حسيتي بقى بيتي شويه اللي هو غيره الامهات دي اللي هو دي اقرب من ابوها وما بتقوليش حاجه؟ اما طبعا ما طبعا ايوه هو ده السؤال. طبعا بنت ابوه. قولي بقى ردي عليه. ايوه بنت ابوه بجد والله العظيم. هي معترفه يا جماعه انا ما قلتش حاجه من عندي. انت عارف تعمل كده مره بس مش هقول الاسم ماشي. مذيعه هي بتحبه هاني جدا عملت له كده دي بقى حاجه عظيم ثلاثة لدرجة حاجه جنب بابا مفيش مش فاهمين انا باباها مفيش حاجه. طب انت ما كنتيش بتغيري بقى اللي هو اغير ده من بنتي؟ لا متغيري ان هي بتحبه اكتر منك. لا مامي لا مامي انت دلوقتي مع مين؟ ماشي انا بتكلم على زمان. احنا بنتكلم على زمان على زمان. لا مش بتغيري طول الوقت ان انا ازاي يعني وفي ام هي تغير من بنتها؟ كنت بتحاولي عليا ما ايه يا بنتي في انت زي ما انت بتقولي انت بتغيري ده ايه ده؟ على فكره كانت بتغير بس مش عايزه تقول كانت بتغير. ايوه ما تحوري شويه ماشي شويه وبعد كده لما كبرت خلاص بالظبط ماشي. بس كنت بتغيري شويه صح؟ ايوه طبعا الصراحه ما ممكن انا لو منها اصلا كنت فاهم اللي انا تعبت فيها عشان في الاخر ياخدها ويمشي. ايه اللي عملته بيتي؟ هنادي بتقول عليكي فرنساويه في جسم ست جدعه مصريه. الحمد لله. اخترتي ايه فرنساوي وايه مصري عشان تعلميه لها؟ ايه اللي اخترتيه من مصر عشان تعلميه لها وايه بقى اخترتيه فرنساوي؟ حب الناس عشان الناس يحبوكي. ده مصري ولا فرنساوي؟ لا فرنساوي. المصري بقى مصري. ما تقولش بقى بنت مين ايش ما بالظبط ما دوش. انت عايزه حاجه اعملي الطريق بتاعك لوحدك. وانت بقى انت خدتي بقى منها ايه فرنساوي وخدتي من باكي ايه مصري؟ تقريبا كل حاجه واخده منها كل حاجه. كل حاجه معظم الحاجات. عارف الحاجات اللي هي بتقعد تقول اقلب القدرة على فمها؟ لا تطلع البنت لامها. انت كنت ايه اصلا حسيتك كنت بتغلطي في المثل؟ الحمد لله وانت استاذه مثال بقولك شكرا الحمد لله انك لحقتني. انت ما بتاخدش بالك وما بتقصدش ده بس انت كل ما بتكبر كل ما بتلاقي نفسك بتعمل انت من غير ما تقصد بتعمل كوبي بيست اللي هي بتعمل يعني كوبي بيست. ايوه مش بقى عندنا نفس الرياكشنز بنعمل كل حاجه في البيت كوبي بيست. موضوع غريب جدا وانت مش يعني مش انت انت مش بالظبط اتعودتي لو حسيتي ان ده الطبيعي اللي هيحصل خلاص هو ده اللي بالظبط كده. لما بتتخانقوا سوا ماما بتزعلك بالفرنساوي ولا بالمصري؟ فرنساوي طبعا. طب انا بس يعني ممكن تمثلي دلوقتي بالظبط خناقه بالفرنساوي انتوا الاثنين على مثلا ان هنادي عملت كارثه فمثلا في اي حاجه فبتزعلها ازاي وانت ردي عليها لا انا ما كانش قصدي عايز مشهد تمثيلي بالفرنساوي. اصل الحاجات دي بتطلع سا كومونس ا بيان فيغ تي بريزونت كو تا في تو سكو تا في كوم بروبليم. ايه يا هنادي اقسم بالله انت جامده والله العظيم. لا انا اقعد في البيت. لا كملي. لا جامده جدا ده ماليش دعوه كملي. خضمتني انا حاسه ان ايه ده ايه يا ماما بجد شاطره. لا والاداء عامه ايه ده شاطره قوي. لا خضتني فجاه عارف ايه يا ماما ده برافو. السؤال الجاي لبيتي انت قلتي هدي بجد تكوي فانيلات جوزها لازم تعمل كده فضيحه. ايه حاجات غريبه تانية بيتي بتعملها في البيت؟ اصل هي نكوي فانيلات ما كده كده هنلبسها يعني. لا معلش بكتيريا. انت عارف بقى هي ما بتكويش الفانيلات والملابس الداخليه عموما عشان تبقى مكويه وشكلها حلو. ده بلس عشان السخونيه بتاعت المكوه بتقتل البكتيريا. دي حاجه اتعلمتها منها. يا نهار ابيض فدي أيوة. اكتر حاجه بتلمس جسمك فلازم تقتل البكتيريا اللي فيها. يا ربي ده حاجه هتقتلها غير السخونيه. يعني الهوا في عندنا مفيش تراب مهما كان تغسل برضو تعمل ايه بقى؟ تكوي البكتيريا. هنادي لما كانت بتدخل تعمل حاجه في المطبخ ده كان بالنسبه لك كارثه لسه قايلين دلوقتي لو ودلوقتي بقت شاف جامد جدا 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 ما شاء الله. ولان حاجه هي لسه مش عارفه تظبطها من ملي في الاكل والحاجات دي. لا بالعكس هي بتعلمني دلوقتي. واو ما ده المشكله. نسقف يا جماعه والله.
شيف هنادي خطيره بتعمل شوربه مشروم بصي يا ماما ولا ومين تقعد تكلمي لا, لا 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 انا عملتها زي ما انت قلتي بالظبط بس هي مش طعمها زي ما انت عملتيها ايه ده انت بقى الموضوع انت مش بتظبطي الاكل زيها دلوقتي لا لا بس هي اكلها طبعا كده كده طب الطب يعني انا لا اصلا طبعا كده بعد كده الشباب الجديد بقى يظبطهم يحطهم ده مكان ده فاهم يعني بنتي لما شفتي يوم فرح هنادي الشبكه اتقسمت نصين ايوه هو في فرنسا حصلت برده ولا عندك تفسير تاني طبعا في حاجه طبعا لان في كل حته يعني انت والله من قلبك حوار الحسد ده في قصه معاكي صح يا خرابي ده ممكن اعمل لك مسلسل 60 حلقه ايه بقى حوار الشبكه اتقسمت نصين ده وانت حسيتي ايه وقتها عين انا اساسا الشبكه معايا مش معاه يا دوب دايما انت تقول لام هي بتلبس العروس اتكسر يعني تقطع في النص اكتر من كده ايه اشرح لي بقى انت اشرح لي قول لي وجهه نظرك حسد على طول مش حاجه تانية اقولها اخر سؤال في الفقره دي قولوا لي اكتر حاجه بتحبوها في شخصيه بعض وحاجه نفسكم تغيروها بتحبي ايه في بيتي قوي ونفسك تغيري فيها ايه قوي بحب ايه في شخصيتها كل حاجه بصراحه لا مزاجيه بقى حاجه واحده طيب حاجه في حته اليوم ما بحبش بعض السنه كلها جايين نحكي بعض لا ما شاء الله ولي ما شاء الله لا ما شاء الله الله اكبر يعني بحب شخصيتها بحب ان هي جدعه قوي بصراحه لا بجد جدعه اللي هو ممكن تطلب منها اي حاجه وبتساعد كل حد هي ما تعرفوش يعني ممكن اكلمها واقول لها مثلا صاحبتي عند ابعتي نمرتها ومش عارف ايه خليها يوم مش خلاص هي بتتولى الموضوع وممكن بقى تقعد هي بتكلم صاحبتي او الحد اللي انا عرفتها عليه ده مثلا ست شهور بتحل له مشاكله وانا ما عنديش فكره اصلا يعني انا بره الموضوع جدعه ليفل وحش لا هي بجد اتكلمها في اي وقت هتلاقيها اكتر حاجه نفسك تغيريها فيها بقى ان هي ما تسمعش والله على فكره انا حاسه عايز اكلم بابا يشهد بابا لازم يشهد على الحلقه دي لا ده بجد وانا مثلا بنتكلم على فكره فعلا انا كوبي دايما بقول له لا استني اسمعي استني بتتعصب في الاول كده اللي هو ايوه بس انتوا المصريين انتوا إيه انا المصريين حبيبتي بصي لا ثانيه واحده انتوا بصي انتوا طويله قوي خلاص حاجه وخلاص انجزوا بقى احنا يلا هو انتوا مصريين انت مش بنتها انتوا مصريين انتوا المصريين احنا كاميرا بره عنها احنا المصريين طب بيتي زي الاغاني عندكم لا ده زمان زمان اه كان طيب ايه يعني انا اسمع بقى اغنيه نص ساعه ليه عندك حق فبتشغل ام صح ولا مش نص ساعه فهي حياتي بتزهق ان هو بيتقال تقريبا فاهم نفس الحاجه هي سعيده وكل حاجه بس له نص ساعه اللي هو ايه بقى طب بيتي انت اكتر حاجه بتحبيها فيها اكتر حاجه نفسك تغيريها فيها لا مش هغير حاجه فيها خالص يا الحمد لله وهي بقى اطيب واحده تشوف الدنيا شكرا يا مامي يا جماعه على فكره احنا جايين نقول حاجات هنا عمرنا ما قلناها شكرا يا ماما وجدع جدا انا عارف حوار جدعانه ده عارف كل حاجه وراسي حبيبتي دلوقتي الفقره الثانيه معانا اسمها فقره بول ما بين قوسين اشتريت دلوقتي هقول لكم على حاجات ناس كتير قوي مؤمنه بيها او ناس كتير بتقولها بصوت عالي بس عايز اعرف رايكم انتوا الاثنين ايه وهيكون شبه بعض ولا لا بيتي البنت قررت ما تكملش تعليم وتدور على عريس هتوافقي ولا لا لا اسمعي تشوف مستقبلها الاول بتشوفي مستقبل اهم من العريس طبعا امال ايه الشغل اهم حاجه بس هي عندها مشكله مع العريس ما عندهاش شغل تعمل ايه تقعد في البيت والله عندك حق طب انت يا استاذه هنيت نفس اللي قايته بالظبط كوبي بيست اه طبعا كوبي بيست فعلا؟ انا بكوبي بيست اه طبعا شايفين طب لو حتى لو عريس جاي من جميعه بقى ومعاه ولا وهيكتب لها لو اغنى واحد في الدنيا لو هي ملهاش لازمه يعني لو هي ملهاش حاجه هي بتعملها ليها هي اول حاجه هتبقى فاضيه دماغها هتبقى اصلا لما تيجي تتكلم مع البني ادم او مع جوزها او وات ايفر هتتكلم معاه في ايه بون البسله لازم اتكلم معاه في حاجه انا بطور وبعدين اكتر انت هتقعد في البيت اكتر مش هتتعامل مع البني ادمين او مش هتشتغل في حاجه مخك مش هيتطور خلاص انت هتبقى اكبر مشاكلك كيس الزباله ده اوحش من ده فانا هروح المكان ده عشان بيجيب كيس زباله احلى من يعني فاهم قصدي فلازم تبقى الست عندها حاجه بتشتغلها بتعملها بلس ان هو سبورت فعلا زي ما مامي قالت افرض العريس مش موجود او حصل اتخانقت وات ايفر ما تبقاش انت مذلول نوعا ما ماشي بيتي البنات لما بيوصلوا لسن معين مش لازم ياخدوا راي اهلهم في اي حاجه لا هم حورين بس طبعا اكيد بيرجعوا برده انا بقول بيرجعوا برده لازم تكوني عارفه عن بنتك او ابنك عشان انت تقول ده صح ولا غلط ممكن عندنا اكسبيرينس اكتر منهم يعني انا بشوف كده صح انا شايفه كده برضه حسب عندي شخصيه انا شايفه كده نفس اللي قالته نفس اللي قالته بالظبط البنت تبقى في علاقه مع شاب وعادي امها تبقى عارفه وبيس ولا لا اللي هي عارفين بعض انت عايزه اسالك انت يا هنادي قوي بقى عشان ما تقيش زيها ماشي انا موافقه قوي هو كده كده مامتها تبقى عارفه احسن من ما حدش يبقى عارف يعني احسن من الاثنين يبقوا عارفين على الاقل لما يحصل مصيبه الام هتحاول ايه تصلحها تحاول يعني يبقى في حاجه فاهم احسن من الاب والام ما يبقوش عارفين وفي الاخر تبقى فاهم قصدي فده رايي طب بيتي انت شايفه ايه زيك ما تقوليش بقى
كنتش هتقولي كده لو قلت كده صح؟ لا لا بجد انت لا كنت تقولك لا انا كنت هقول لا بس زي انت قلتي بعد يعني تفكري وكده احسن برضو لقومة هي تعرف عشان ايوه غيرتلك وجهة نظرك صح الله تسقيف يا جماعة الله عليا لازم البنت تصرف على نفسها من سن 20 سنة واهلها يمنعوا عنها المصروف بيتي ايه رايك في القصة دي لا مش منعهم من المصروف بس هي حاضر تصرف على نفسها ليه لا تشوفوا التمن الفلوس هتقدر تعمل كده لازم وهم صغيرين اساسا كان بنت ولا ولد لازم يعرف التمن الفلوس انا هنادي أنا مثلا انا اقول لك مش تمن الفلوس لا امتى فلوس امتى فلوس بالظبط صح هنادي وهي صغيرة كان بتروح سوبر ماركت مع باباها وتخلي كل الفواتير تحط في علبة بقول لها ليه يا هنادي تخلي الفواتير ليه قالت لي عشان اليوم انا اتجوز جوزي ما يجيبش زي بابا ده بجد ايوه والله ايه طب فين الفواتير دي ده موجود في البيت هاتيها فاكره لا انا كمان 5 جنيه في الاخر انا كنت مهزر والله يا جماعه لا بس كويس هي كان بتعرف تمن الفلوس ده كذا ده يعني كويس ده انت حريصه من يومك بقى ايه ده خايف على احمد بقى عايز اقول لك انا ايدي مخرومه اصلا كومبليتلي ما فيهاش حاجه ان الام تعتمد اعتماد كامل على دادا ان هي تربي العيال ايه رايك يا بتي ده الام ترمي الولاد لا 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 ما عندناش الكلام ده خالص ليه بقى اشمعنى انا عندنا ما فيش دادا اساسا عندهم دلو في فرنسا عشان بس بحصل دروس بيت عامه انا خلفت هنادي في فرنسا وما خليتش حتى لمده 40 يوم يشوفها واخويا في المستشفى كتب ممنوع الزياره الام تعبانه لا لا مفيش حاجه اسمه ده مين ربنا خليتنا اتنين ايد ومخ وكله عشان ايه مش عشان نربي صح. طيب ده مين ده اصلا كان عندي ده وانا صغيره انت كنت صغيره بس هي بتاخد بالي منك بس لاصل ايه انا بحميكي انا بكالك انا كل حاجه بس هي بس ممكن تساعد مثلا بيتي ان هي نروح النادي مثلا ان هي ايه تاخد بالها منها فاهم بس ده لا انت بقى اخبارك ايه انت ناسيه انا جبت واحده معايا وروحتها انا انا خلفت هنادي في فرنسا قلت انا ما كنتش ناسي عشان كان عندي 40 ما اظنش انا ذاكرتي هتجيب 40 فعلا كنت هاني بعت معايا واحده دادا رجعتها على مصر بعد انا خلفتها ايوه رجعتها عشان تساعديني ايه ده اللذيذ قوي بابا ده والله لاف يو ايه ده لذيذ قوي بابا عايزه تشتري فلخت هعمله كده واو 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 بقولها كان اسمها ايه بتقولي ام فايزه قلت لها وديته ام فايزه فرنسا قالت لي ايوه كانت تروح عند الجزار عايز تقول له عايزه فراخ وتعمل طب ام فايزه ما كملتش بقى ام فايزه راحت باريس ورجعت والله ما اختفى قعدت 10 ايام بالظبط طب انت شايفه ايه في قصه الدادا دي انا شايفه ايه في قصه الدادا انا شايفه برضه نفس الحاجه استجن لا لا بس انا شايفه ان ما بحبش ان انت تسيب ولادك وان انت ما تعرفش حاجه عنهم وان هم بيعملوا كل حاجه ليهم ما عنديش مشكله ان حد يبقى بيساعد عشان الموضوع انا عارف ان هو صعب لو انت مقتدر وتقدر انت تجيب حد يساعد ما عنديش اي مشكله بس في فرق بين يساعد وفي فرق بين يشيل الليله كلها يا ربي الست ما بقتش تحب جوزها وعندها عيال تنفصل ولا تصبر وتعيش عشان خاطر البيت باي باي بالسلامه والله تسقيف يا جماعه بصراحه ده انت من الاخر مش فهمت بتزق مني ليه والله انا بحكي وجهه نظري فاهم هي باي باي بالسلامه مش انا ما تصدعنيش طب انت طب والولاد وعشان خاطر الولاد ايه ما الام هي موجوده عشان ايه مش عشان تربي الولاد هو يجي يشوفهم بالظبط الاب برضو يجي ياخدهم ياخد باله منه ما قلتلكش ياخده مثلا يومين ثلاث ايام يروح معهم النادي كل حاجه بس مش انت هتحبسي نفسك في بيتك عشان ايه الراجل عشان عندي ولاد ما على كده ايه يعني لا طبعا انت معاها لا انا معايا طبعا لا لا انا انت مش مبسوطه باي باي بالسلامه انا مش مبسوطه انت اما حاجه ايه مبسوطه بالظبط ليه عشان لو انا مش مبسوطه مش هعرف ابسط اي حد حتى ولادي بالظبط كده فالمفروض انا ابقى مبسوطه المفروض الام تبقى مبسوطه ايه باي باي بالسلامه باي باي بالسلامه اللعبه الاخيره اسمها امك ولا الحبيطه دلوقتي هو اللي هي دلوقتي هو اللي هو احمد او هي اللي هي بيتي هنسال دلوقتي اسئله لهنادي وهنشوف انت هتجاوبي عليها ازاي واحمد هيجاوب عليها ازاي على الموبايل يعني ونشوف مين عارف التانية اكتر انت ولا هو جاهزه يلا مش هبدا معاكي الاول واخد اجابات بيتي وبعد كده نتكلم احنا في التليفون يلا بينا لو حد زعق لهنادي وهي ما تعرفوش هتتصرف ازاي هتبحث لا هي لا وهي هتتصرف ازاي انا لو انا حد زعق لا هي وانا ما اعرفوش هعمل ايه انت هتردي عليه انا هرد عليه ايوه هنادي بجد ماما ليه لو لقيت فار في المطبخ هتتصرف ازاي هتسيب البيت
هتصوت طيب وتعمل حاجات كده؟ لا هتسيب البيت على طول؟ اه ماشي. لا وهعمل ايه اول حاجه؟ هتكلمني. انت ما تكلمنيش عشان اي حاجه، ماما في فار بتجري وهمشي وهم يتعاملوا مش دعوه. لو الاكل شاط وانت عامله عزومه عندك في البيت، انا عامله عزومه والاكل اتحرق، اه هتصرف ازاي؟ هعمل ايه؟ انت تعملي ايه؟ تكلمني. انت مش حاجه، انت مش حاجه في حياتك ولا ايه؟ لا بجد هتصرف ازاي؟ انت هتصرفي ازاي؟ هعمل ايه بقى؟ تطلبي اكل. تطلبي اكل مش هحرق. ماشي. خبطتي عربيه حد وانت بتطلعي من ركنه، لو هي عملت كده هتتصرفي كده؟ ده في حاجه بقى فكرتي في حاجه؟ ايه ده ايه ده ايه ده؟ لا لا عايزين نعرف. انا بفكر اكلم ريم. ايه اللي حصل؟ لا انا عايز اعرف. ايه لا ولا حاجه. ايه ده؟ لا 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 قولي ايه اللي حصل. لا ولا حاجه، كنت ماشيه كده قررت احضن عربيه حد وانا معدي. اوكي ده. طب انت هتتصرفي ازاي في موقف زي ده؟ هعمل ايه بقى؟ تمشي. شكرا جدا. ماشي. حد طلب منك مجامله في الشغل، تظهري ظهور خاص في حاجه، تعملي اغنيه لحاجه انت مش عايزاها قوي، هتتصرفي ازاي؟ هروح اصلا مش هروح؟ لا مش هتروح بجد. لا بس انت مش عاجبك. صح. لو في حاجه وقعت على لبسها وهي في ايفنت مهمه قوي، هتتصرف ازاي؟ هتروح لحمام. هتروح لحمام صح؟ اه انا مش هرد انا دلوقتي، مش هقول ردودي انا بقى. لو متخانقه مع واحده صاحبتها جدا، مين هيصالح التاني الاول؟ هي. ماشي دلوقتي. شفت هي ازاي؟ هي دلوقتي. احنا الاسئله خلصت. عايزين بقى نكلم احمد ونشوف بقى هو هيجاوب على الاسئله. يلا نكلم احمد. طيب احمد احنا معانا مامي بتوتي حبيبي ماشي. ودلوقتي هسالك الاسئله واوريدي مامي ردت عليها اوكي، بس هنعرف انت ردت قلت ايه. اسئله عني انا ماشي؟ يعني دي منافسه ما بيني وما بين بيتي. دي منافسه بينك وبين بيتي. طب ده انا اغلط فيهم كلهم بقى عشان بيطلع كده كده ازاي بيتلكك؟ لا بالعكس. أيوه. هو هيغلط عشان انت تكسبي. هو فعلا في تيمز، هو بابا وانا مع بعض واحمد ومامي مع بعض. أوكي. ده عامه بيتلكك عشان يغلط، قولي له بس بالظبط. يلا يا احمد. حد زعلني وانا ما اعرفوش، هتصرف ازاي؟ زعقلي سوري. كل الردود اللي هتجيلك هتجيلك بعد ما تمشي من الموقف. ايه في لحظتها ممكن اعمل ايه؟ هتزعقي برضه. تمام اوكي ماشي. هعيط. برافو يا احمد. انت كسبت مويف دي على فكره. عامه ما انت ايه اجابات بوينت لاحمد في دي صراحه، عشان اول حاجه اعملها اعيط بعد كده هتصرف. لو لقيت فار في المطبخ هتصرف ازاي؟ هتناديلي كتير قوي وهتصوتي على ما اعتقد اكيد، لان الحمد لله لحد دلوقتي لسه ما حصلش. اوكي ماشي. انا ده ردهم هما الاثنين. انا ردي انا ان انا لو انا لوحدي في البيت ايا كان هو فين، هقفل الباب وهستنى هفكر هعمل ايه بكده، هبدا اتعامل. ولو احمد موجود في البيت فعلا هقعد اندهله، وكده كده في كل الاحوال هكلم مويه واسيب البيت. يعني هما كلهم الاثنين صح، فبوينت لكل حد فيهم. بص يا احمد، لو الاكل شط وانا عامله عزومه وهيجيلي ناس والاكل باظ شط، هعمل ايه؟ بصي هو بسم الله مبدئيا كده انت الاكل ما شطش منك. الله يكرمك. الله يخليك. ميرسي يا احمد بجد. اه ده حقيقي. شكرا جدا. هنطلب. برافو انتوا الاثنين قلتوا كده. ماشي خلاص كده 3-3. برافو 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 يا احمد. والله انا فعلا صح، انا اول حاجه طبعا هعملها ان انا هطلب اونلاين. خبطت العربيه حد وانا بطلع من الركنه، هعمل ايه؟ هتستني حد ما تشوفي صاحب العربيه دي او صاحبه العربيه دي جم. ليه خير؟ ليه يا حبيبي ليه خير؟ تستني بقى لحد ممكن يطلع بكره الصبح. تمشي. ايوه برافو. هسيب نوت. هتسيبي النوته برقم تليفوني؟ لو بصي لو انا مستعجله مش هسيب نوت. لو انا مستعجله بقى مستعجله 24 ساعه. شكرا ماما. لو انا مستعجله بصراحه، لو لقيتها بسيطه يعني فاهم، يعني فاهم هدعي ربنا يسامحني. مين صح بس يا نادي؟ عشان مين صح؟ بيتي مامي. حد طلب مني مجامله في الشغل، اظهر ظهور خاص، اعمل له اغنيه لحاجه انا مش عايزاها، هعملها ولا لا؟ لا مش هتعمليها. تمام. لو في حاجه وقعت على لبسي وانا في ايفنت وانا خارجه ايفنت مهم، هعمل ايه؟ هتحاولي تنقذي الموقف وهتداريها، ولو ما عرفناش هنمشي. هما الاثنين غلط. ايه ده فاهمين ايه؟ مامي قالت انا هروح الحمام، انا مش هروح الحمام، ولو همشي انا مش همشي. انا لو في اوريدي في المكان والناس شافتني وسلمت عليهم فانا مش هيفرق معايا اصلا. خلاص بقى الموضوع خلص. يعني هتقعدي معاه؟ اه طبعا عادي. بس لو قبل ما ندخل هروح، يعني عشان مش هدخل على الناس وانا فيا بقعه، فاهمه قصدي؟ هروح. لو متخانقه مع واحده صاحبتي يا احمد، مين هيصالح مين الاول، انا ولا هي؟ على حسب الغلط بس. لا الموضوع فيه فاريبلز كتير قوي، السؤال فيه يعني على حسب الموقف صح؟ اه طبعا. طب في العموم هعمل ايه؟ قدامي. على حسب مين اللي قدامي. لو ريم مثلا. لا هتحاولي تصلحي الموضوع. ماما بتقول لا بكل شدادية خالص. طيب انا بقول فعلا انا عندي ايجو، انا ممكن اهزر مع بني ادمز، انا يعني اتعلمت فيري ليتلي ان انا اقول سوري. على حسب الموقف. هو على حسب الموقف صح، بس انا في العموم ما بحبش اصالح، ممكن اهزر وكده، بس انا اقول انا اسفه دي لازم اللي هو بجد 8 ساعات بقى بتاخد وقت معايا كتير قوي عارف، او حاولت اتعلم يعني ان انا اظبط الموضوع ده. بس ما هي عندها عامه غلطتي.
ودي حاجه. لو غلطانه بعتذر. صح هو شاهد. اه سينتي. لا سينتي لو انا غلطانه بعتذر بالظبط. اه بس تصلحي وعده. لا لو هي غلطانه. لا اه لو هي غلطانه بصراحه. لا 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 عامه متي كذبت. انا قلت مامي كذبت. ما حميه قرر ان مامي كذبت. بس لا 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 عايزه اقول لا 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 يا احمد. بس انا عايزه اقول حاجه. عايزه اقول حاجه ثانيه واحده. ان انا مبسوطه قوي انك كنت بارت من الحلقه يا احمد. ثانك يو. والله واحنا جدا جدا ومستنياك تيجي جوسرس يا احمد. والله جدا 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 حبيب قلبي يا حبيبي. ثانك يو. وعلى كل باي باي. لا على فكره هم فير هم الاثنين. لا لا والله 5-4. بس خدت بالك قد ايه هم ازاي بعاد عن بعض الردود؟ اه بالظبط. عامه المشكله فيك انت يعني. بس خلاص انت هنا. انت هنا حد. انا مشكله فيا يا جماعه. احنا خلصنا الحلقه. لا هنعمل حلقه ثانيه. لا احنا ايه ده والله معلش. احنا عايزين بارت 2. بارت 2 والله جدا جدا. لازم لازم باباك يكون معانا بقى الحلقه. انتوا الثلاثه فاهم. ايوه لا احنا الثلاثه فيها ساعتين فاهم. طالما الصبح. لا لا ده بكره بالظبط. بكره الصبح. انبسطنا قوي قوي معاكم. وانا كمان بجد يعني بنحبكم جدا ومبسوطين ان انتوا كنتوا معانا جدا. واحنا كمان قوي. باي باي. باي باي باي.